العربية الفصيحة هي لغة حضارة العرب، ثقافة العرب، علم العرب، وهي لغة القرآن والحديث، وهي لغة الإسلام. من أجل ذلك المحافظة عليها واجبة، لأنها محافظة على الأصل وعلى التراث. ثم لعل لها فائدة في هذا العصر أننا إن جودناها استطعنا أن نتفاهم ونتعامل من أقصى بلاد العربية غربا إلى أقصاها شرقا، لأنه لا ينكر أن اللغات العامية مختلفات اختلافات كبيرة، بحيث أحيانا من يسافر من بلد عربي إلى بلد آخر قد لا يفهم كلام البلد الآخر بالكلية، ويحتاج إلى أن يتدرب عليه وأن تمرن أذنه عليه. فمن أجل هذا ينبغي أن نعتقد ضرورة المحافظة على سلامة العربية الفصيحة. هذا لا يعني تعطيل اللغات العامية، في اللغات العامية في كل بلد مزايا كبيرة، لأن كل لغة عامية عربية متصلة بأصول بداوة البلاغة في ذلك البلد. واللغة العربية في قوة بيانها لون بدوي قديم، هذا اللون البدوي القديم يرجع إلى بداوة العقل وإلى بداوة الفطرة، وهذا أمر تحدث عنه ابن خلدون في مقدمته، أن الفطرة الأولى بدوية المنحة وفيها كثير من الخير وفيها قوة. هذا العنصر موجود في كل اللغات العامية العربية، حتى في مدينة مزدهرة عريقة في الحضارة كالقاهرة تسمع من العامة في عنفوان مكانهم بلاغة وبيانا وبداوة في التعبير. هذا العنصر الأصيل لابد من وجوده ليغذي العنصر الفصيح، حتى لا يدخله اللين وحتى لا يدخله الضعف. في كل بلد تتغذى اللغة الفصيحة من أختها العامية الموجودة في ذلك البلد، وهذا الأمر قديم في العربية. الدليل عليه أن سيبويه لم يأخذ العربية من كل عربي، وإنما أخذها ممن يعقل وممن هو من أهل الفصاحة، وهذا منصوص عليه في الكتاب. فهذا الأمر مهم، من أهميته ينبغي أن نتنبه إلى أن المسلمين عندما كتبوا القرآن حافظوا على أن يكتبوه بلغة قريش، مع أنه نزل بسبعة أحرف، وذلك حفاظا على الأصل وعلى النور الأول. ثم بعد أن كتبوه حافظوا على رسمه العثماني حتى بعد أن طوروا أساليب الكتابة، وما يزال الرسم العثماني معمولا به بيننا إلى الآن. ثم إن علماء المسلمين في أقطار العالم كانت لهم مندوحة أن يترجموا، ولكنهم آثروا أن يأخذوا من النص وأن يتعلموا النص وأن يتقنوه، لأنه مرجع دينهم، وقد أتقنوا ذلك كل الإتقان. وقد تعرض الزمخشري لهذه المسألة في تفسير سورة إبراهيم وأجاد في بعض ما ذكره. وخلاصة الأمر أن المسلمين وقع منهم إجماع على ضرورة تعلم العربية من أصلها والرجوع إليها في أصلها لمعرفة دينهم، حتى إنهم أجمعوا في مذاهبهم المشهورة على أن لا تكون الخطبة في الجمعة بغير العربية. وإذا سافرت من مشارق البلاد الإسلامية إلى مغاربها وجدت من لا يعرفون العربية يقدمون درسا بين يدي الجمعة، ثم إذا جاءت صلاة الجمعة خطبوا بالفصيحة.
أقول هذا لخروج بدعة خفية ثم جهر بها فيما بعد، أدت إلى كارثة من أوائل الكوارث التي وقعت بالعربية، وهي استعمال الخط اللاتيني في بلد مسلم مكان الخط العربي. ففي هذا مباعدة من الأصل وهو القرآن، وقد حدث ذلك في تركيا، وكبار المفكرين من الأتراك الآن يعترفون أن استعمال الحرف اللاتيني أبعدهم من النطق الصحيح للغتهم في كثير من الأحوال، وجعل يغيرها، وانتقلت البدعة إلى بلاد أخرى. ففي بلاد الشرق الأقصى استعملت اللاتينية في ماليزيا وفي أندونيسيا، ففرقت لغة واحدة فرقتين، حتى صارت اللغة الإندونيسية غير اللغة الماليزية. وفي إفريقيا كتبت الهوسة باللغة اللاتينية، ولله در شعراء هوسة رفضوا أن يكتبوها بالحرف اللاتيني، لأنهم لم يريدوا أن يغيروا أوزانهم ولا أن يغيروا بديعهم الذي يظهر في الرسم كما يظهر في النطق. مع هذا قد حدث ضرر عظيم باستحداث هذا. ومن أكبر الأضرار التي وقعت في بلاد الإسلام ترجمة كتب الإسلام إلى لغات العجم، أعني بالعجم الأفرنج. أما استعمالها في بلاد العجم في بلاد العجم المسلمين هذا لا بأس به، لأنه نوع من التفسير، لأنهم يطلبون الأصل. وقد وقع هذا الخطأ أول الأمر عن حسن نية، كالذي كان يقع من التراجم في مجلة نور الإسلام التي كانت يصدرها الأزهر، ثم ما هو إلا قليل حتى استشعر الناس أهمية اللغات الأفرنجية، فترجم القرآن إلى الإفرنجية، ثم جعلت تشرح نصوص الدين بالأفرنجية. وفي هذا ما لا يخفى من المباعدة، من أجود تراجم القرآن الترجمة التي ترجمها الأستاذ مارمنيوك بيكتهون، وهو من علماء العربية من الأفرنج، ومسلم ومخلص في إسلامه ومتقن للعربية جدا، وقد ترجم. فذكر إلى الذكرى تنفع المؤمنين، أظن warn them, warn for warning benefits the believers. وهذه الترجمة جيدة، ولكنها تعطي معنى واحدا من معنى ذكر، وهو حذر. ولكن ذكر، ارجع بالذكرى إلى شيء فات واستحدثه، ليست موجودة في هذه الترجمة. وهذا النقص يحدث في كل ترجمة، ويليه نقص كبير آخر، وهو أن الحديث والقرآن أسلوبه عال مبين، له رنة وإيقاع، حتى إن المشركين لما أرادوا أن يشوشوا أول الأمر زعموا أن القرآن شعر، حتى صححهم علماؤهم أنه ليس بشعر. الإيقاع فيه إحداث معان في النفوس من غير طريق البيان. الدليل على ذلك أنك تسمع إلى صوت القمري فتفهم منه معاني لا تستطيع أن تفسرها بالكلمات، ومثل ذلك يحدث في الموسيقى. فهذا من الحديث ومن القرآن لا تستطاع ترجمته وتفهمه القلوب. من أجل ذلك برع علماء من غير العرب في علوم الدين براعة، ووهبهم الله المقدرة على الفهم، وفسروا ذلك لقومهم، وأقبلوا على العربية وأتقنوها ونظموا فيها. فنهج البردة كتب عليه من مغارب الأرض إلى مشارقها بين عرب وغيره، وهذا باب واسع. إذن من واجب المثقف، المثقف بل أكبر واجب على المثقف، أن يسعى
إلى إحلال العربية محلها من الاحترام والتقدير في النفوس، وذلك لا يجيء بالتمني إنما يجيء بالعمل. وأول عمل يعمله المثقف الأديب أن يدعو إلى تصحيح أوضاع التعليم. ومن هذا الباب أقترح اقتراحات مبدئية ولكنها تحتاج إلى أن يفرع عليها وأن تجود. ينبغي أن يبكر بالتعليم. في كثير من بلاد الإسلام وبلاد العربية نؤخر التعليم إلى سن 7 و8، ولكن ينبغي أن نبتدئ قبل ذلك، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وينبغي أن يبتدأ بالقرآن، وينبغي أن يبتدأ بعد القرآن وأثناء تعليم القرآن بالتحفيظ. ومن الأشياء التي تضلل الناس كثيرا أنهم يعتقدون أن الحفظ يقتل ملكة الفهم، وهذا ليس صحيحا. كنت أستمع مرة إلى بعض الأحاديث في الإذاعة البريطانية BBC في الإذاعة الثالثة، وهي تختص بمواضيع تجود، وكان المتحدث من القسس يدعو قومه إلى حفظ الإنجيل في العهد الحديث. قال: لأني حفظته ووجدت الحفظ يزيدني معرفة وأكتشف معنى كل مرة. وهو لم يأتي بجديد في هذا الباب، كل ما أراد أن يقوله: خذوا من المسلمين طريقتهم التي تركوها. وكثير يؤخذ من المسلمين من طرقهم التي تركوها. وإما أذكره في هذا الباب وأنبه عليه، أن علوم العربية كانت تكتب بأسلوب العلماء، وأسلوب العلماء يستفاد من درس كتب العلماء منذ الصغر. فالذين كانوا يدرسون الأجرومية بشرح الكفراوي، أو يدرسون الجوهر بشرحها، أو يدرسون ما شئت من الكتب بشروحها المختلفة، كانوا يتعودون على نوع الأسلوب الذي تكتب به هذه الشروح. هذا الأسلوب كانت تكتب به المعلومات الأخرى، إذا كتب عن النبات، إذا كتب عن الأرض، إذا كتب عن أشياء مختلفة من أساليب الحياة، كان هذا الأسلوب على اختلاف أساليب العلماء والأدباء كان هو الأسلوب المفضل. لذلك مقدمة ابن خلدون التي يلهج الناس بها أنها عمل عظيم، من أعسر الكتب على طلاب المدارس الثانوية والجامعة عندنا. أشك إن كان معظم الطلبة يستطيع فهم معظم المقدمة أو نصف المقدمة. مع ذلك هذه المقدمة ترجمت إلى اللغة الإنجليزية ترجمة كبيرة وترجمة صغيرة. كتب أخرى في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها تكتب في أصناف الفنون، تكتب في طبيعة العمران، تكتب عن حيوانات البلد، عن نباتاتها. لو قرأها متعلمنا الآن لا يفهمها، لأنه متمسك بما يسميه الحداثة، وهذه الحداثة لا تذهب به أكثر من أن يقرأ الشرق الأوسط أو إحدى الجرائد المعاصرة أو إحدى الأطروحات التي تكتب الآن. ولكنه إذا قدم له كتاب كتب في علم في بلد من البلاد الإسلامية يتعبه جدا، فينفر منه ولا يقبل عليه، ويجيء المستشرق الشاب فيشتري المخطوطة ويقبل عليها ويستخرج ذخائرها
لأنه يريد أن يتعب وأن يستخلص الفائدة فينتفع بها في النبات وفي الطب وفي علم الحيوان. ثم يشكو المثقفون العرب من أن المعاصرين يتقدمونهم في التقنيات، وفي نفس الوقت يريدون أن يكونوا معاصرين. وصدق الشاعر عندما قال: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ هذا لا يمكن. واجبنا أن نرجع إلى لغتنا وإلى علومنا وأن نتعب في تحصيل ذلك. هذا واجب الأفراد منا كما هو واجب الحكومات كما هو واجب الأجيال. مع هذا يشكر للمثقفين العرب أنهم يفكرون وأنهم يتوقون إلى أن يتساوى مثقف العرب بغير العرب، ولكن ينبغي أن يتنبه. وأخذ على بعض الجرائد الآن مثلا أنها تكتب كلمة إنجمينا وهي عاصمة بلد من بلاد إفريقيا، تكتبها ألف نون دال جيم ميم يا نون ألف. لماذا؟ لأن الفرنسي كتبها هكذا. الفرنسي لا يستطيع أن يقول أج، الجيم الشجرية لا ينطقها الفرنسي، ولكن يعرف أنها تتكون من الدال مع الجيم غير العربية التي تداخلها الزاي التي هي أج. فإذا قلت أج أج أدخلت الدال والجاء جاءتك الجيم الشجرية، فهو يكتب دي جي. العربي عنده الحرف، لماذا يكتب دي دال وجيم؟ ينبغي أن يكتبها إن جمينا، أي استرحنا، أي حدث لنا جمام، لأن الكلمة عربية والذين قالوها عرب. ضربت هذا مثلا للأخذ الأعمى المقلد لكل شيء يخرج من أوروبا. حتى شعراؤنا يريدون أن يكونوا خواجات في الشعر، وأنا أعذرهم في أمر واحد، وهو أن الأمة لما كانت أمة كان الشعر ينشد ويتغنى به، وكان الناس ينشدون المدائح النبوية، فيعلمون مثلا أن نغمة الوافر هكذا، وأن نغمة الطويل هكذا، وأن نغمة البسيط هكذا، لا يحتاجون إلى درس العروض. النغمة تعلمه الوزن، لذلك تجد شوقي وتجد البارودي وتجد حافظا وتجد غيرهم تأثروا بالمدائح ونغموا مدائح. عمرية حافظ ما هي إلا مدحة نبوية في وزن: بانت عن العدوة القصوى بواديها، عيس كأن خوافيها بواديها. كذلك همزية شوقي: همت الفلك واحتواها الماء، في وزن القصيدة النبوية المشهورة: كيف ترقى رقيك الأنبياء. وهكذا، وهلم جرا نظموا هكذا لأنهم استوعبوا الرنة. هذه الرنة ذهبت الآن. الرنة التي تسمع هي رنة الجاز والأغاني التي تقلد الجاز، ولا يوجد في العربية الفصيحة شيء من ذلك ولا في العامية. ولما ظهرت هذه الأوزان المستحدثة كنت أقول لبعض طلبتي عندما تأخذهم الحماسة الشجاعة ويضربون ويخرجون في مواكب: لماذا عندما تستحدثون نغمة في موكب لا تتبعون اللا أوزان التي في الشعر الحديث؟ لذلك ترجعون إلى أوزان ورنات تسيرون عليها. فالأمر يحتاج منا إلى مجهود وإلى إيمان وإلى ثقة بالله تعطينا الثقة بأنفسنا.
لأنه قد فقد مقدار كبير من الشعور بالعزة والشعور بالثقة بالنفس، جعل الناس يحاول أحدهم أن يكون غيره. وإذا حافظ الإنسان على تراثه كان له في ذلك الخلاص. وقد أطلت